بشمالهم الهيابي رجال الدين الافاضل سيدات الساده الكرام السكان البيضاء. هيا ربي يحفظكم. احنا كلش فرحانين دائما بشوفتكم جيدكم تواصلكم ويانا. نشكركم ونشكر جيدكم مكانكم المبارك المنزل. محبة كبيرة منا لكم دائما هي تضر جيدنا دائما من خلال تعاليمنا يراوينا كثير أشياء عظيمة مباركة في كتابنا المقدس نكتسبها كل يوم حياتنا. دائما هي تكافئنا برحمته ونعمته اللي احنا نبحث عنها كل يوم بحياتنا ونكتسبها بحياتنا. هي دائما يباوع لقلوبنا يباوع لشمعة إيماننا شقد متوهجة وشقد عطرها طيب بقلوبكم اللي دائما منورة وبعطرها دائما طيب. هذا المكان يزداد بركة رحمة. نوعدكم دائما بأن تكونون مرتاحين ويا كلمة هي ويا معرفة هي ويا تعاليم هي. أشكركم مرة ثانية بالحضور. Our virtuous Rishama, Talmidi, ladies and gentlemen, Asutana Wilkha. Hey Rabbi bless you. Always a pleasure to see you here again. And thank you for your coming to your home, whole place, Mendi. We know that you always have great things in store for you, for everyone. He will reward the people who are seeking his help. Please, if you are in our area, around the Mendi, I hope that you become part of our services, give you a personal invitation, and I promise you, you feel right if you are in this whole place, the Mendi. Thank you for your coming again. تعودنا من خلال الوقت اللي فاتت انه بيكون هناك بيناتنا قسم بين وبين تعاليم هي كتاب المقدس. تعاليم هي اللي احنا دائما محتاجينها بحياتنا. وتعلمنا ايضا بالاسابيع اللي فاتت انه نقوم بكل خشوع نرفع ايدينا اليمين باتجاه كتاب المقدس ونقسم ان نحفظ تعاليم قلوبنا بحياتنا مصاعب الحياه اللي تواجهنا لان فقط هي تعاليم هي رحمه هي اللي ساعدنا ان نبدا بدايه جديده بحياتنا. خلونا كل احنا نقوم نوقف و نرفع كتاب المقدس واحنا نردد قسم الكتاب المقدس. بشمي ولد هي ربي هازي كتابي جنز ربا هازي كتابي جنز ربا هازي شوك هيفا هازي شوك هيفا سيدرا أدمايا سيدرا أدمايا إلهوي النبو بسهدي إلهوي النبو بسهدي إلهوي النبو شمن إلهوي النبو شمن ولشنين الدك يميما هذا كتابي المقدس جنز ربا أسير على تعاليمه ألتزم بمبادئ شرعه أتعهد بأني سأتعلم كلام هي من كل وجداني وإيماني وقلبي راسخ بما تتحدى تعاليمه متأملا صفحة
my holy book. This is my holy book. Din Zarabba. Din Zarabba. I follow its instructions. I follow its instructions. I'm committed to its teachings. I follow its teachings. I pledge to learn. I pledge to learn. The word of Lord Hay. The word of Lord Hay. With consciousness and faith. With consciousness and faith. My heart. And mine. And mine. Are firmly. And firmly. Set to contents. Set to contents.